نبتدي بهالطريق وبعدها ممكن نغير كل شيء. يعني لكون أو لا نكون همك وصادك لو يهون وصار كل اللي تبناده نهدي فيه. ما بقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل واشارك صوتي اتحاسب عليه. قدام عيني الاختيار ما سيبش بلدي للضمار وصار كل اللي تبناده نهدي فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوه بالك احبطك. دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بدك تغير يلا كمل ثورتك. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوه بالك تحبطك. دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بدك تغير يلا كمل ثورتك. دي اهم خطوة نبتدي بها الطريق وبعدها ممكن نغير كل شيء. يعني نكون او لا نكون حلمك قصادك لو يغور صار كل اللي اتبنى ده نهد فيه. ما بقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل واشارك صوتي اتحاسب عليه. قدام عينيا الاختيار ما سيبش بلدي للضمان خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوه بالك تحبطك. دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بدك تغير يلا كمل ثورتك. شارك صوتي اتحاسب عليه. قدام عينيا الاختيار ما سيبش بلدي للضمان خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوه بالك تحبطك. هذا عرس انتخابي لمدينة طولكرم واستحقاق لكل مواطن، ونعمل انه يعني الناخب يختار الافضل لهذه المدينة. وبعتقد يعني هذه الفرصة الوحيدة، ما في فرصة تانية انه اهل البلد او اهل المدينة يختاروا الانسب والافضل لهذه المؤسسة. وهي مؤسسة خدماتية بتهم كل مواطن وبتهم كل بيت. وفي هذا اليوم نشكر اول شيء وسائل الاعلام اللي لها دور كبير فعال في هذه العملية الديمقراطية، ونشكر اجهزة الامن والقائمين جميعا، ونتمنى الاصلح وزي ما كان الله يولينا الصالح. طبعا اليوم هي انتخابات بلدية طولكرم، طبعا هذا العرس الديمقراطي بيشمل طولكرم وضواحيها. طبعا بنتمنى القائم الافضل ان شاء الله اللي هي تحقق مطالب المحافظة والمواطنين وتلبي برضو مطالب الموظفين والعمال من اجل تسويتهم وتحقيق مطالبهم واعطائهم العدل ان شاء الله، العدل لله تعالى. فإن شاء الله يعني بنتمنى الأفضل للمحافظة. يعني صباح الخير لأهلنا أهل طولكرم الضواحي. طبعا يوم الحمد لله يوم مميز، عرس ديمقراطي، الكل راضيان، ندعو جماهيرنا إنهم ينزلوا يقترعوا لأنه فعلا هذا حقك في الانتخاب، صوتك أنت مسؤول أمام ربك عنه. مناش نضيع الإنجازات اللي إحنا سعينا عليها، سعينا للوصول إليها طول السنوات الماضية. هاي البلدية صح مؤسسة خدماتية ولكنها بتمثل رأي الشارع الفلسطيني،
ندعو الجميع إلى التكاثف، إلى التضامن، نصرة لأسرانا، نصرة لشهدائنا، نصرة لفلسطين، إنه نحافظ على مقتضى المقتنيات ومقتضى مقدرات هذه البلديات. أتمنى يعني إنه ربنا يولينا الصالح إن شاء الله تعالى. انتخابات إن شاء الله تكون جيدة وإيجابية للجميع، والله يوفق الجميع. وهي مرحلة احنا بنتأمل فيها لوجوه جديدة على الساحة بكفاءات يعني، وتطور المدينة بازدهار، ويعمل هالمدينة للأفضل.